تبارك الله على ابو ادريس. ساعة سعيدة. إذا ساعة عمار وتبارك الله على الحباب اللي كيحبونا من كل بلاد. أوا كل شيء يربح. أوا كاين الخير إن شاء الله. كل شيء يربح ولي ما لقت لح. هذاك الشيء اللي كاين. والتحية للجمهور. تحية لخوتنا أحبابنا اللي كيحبونا وكيسالوا على عمي إدريس. دوك الناس اللي عندنا حنا عندهم هنا في القلب. وتحية لبو سعيد اللي ما كاينش معانا. بو سعيد راه هو راه كيحبوا الجمهور بو سعيد كيسولوا عليه. لا بو سعيد راه بوحدو هذا. أبو إدريس. وساعة سعيدة. وشحال من واحد كيسول فيك أبو إدريس؟ واحد الدري صاحبنا سولك أبو إدريس. نعم. قال لك باقي أول مرة قال لك غادي يكسب الخيل، قال لك مازال يلا غيشري. قال لك واش يشري جدع ويكبروا عاد يركب عليه، ولا يشري يعاود بالشروط، ولا يشري يعاودها والده، ولا شنو يدير أبو إدريس؟ كيقولوا الناس الأولين شري وركب وشري وحلم. شري وحلم. أه نعم. نعم يا سيدي عمر. وبلاتي يبقى معايا أبو إدريس. وبزاف ديال الناس أبو إدريس كيما لاحظت في أغلبية كيتفرجوا في السوق ديال السطات كيقول لك خاص يديروا بلاصة الكراول بوحدهم وبلاصة السناح بوحدهم. عمر السوق ما يتقود. ياك أبو إدريس. أه. علاش أبو إدريس؟ شي من الشلوح وشي من العرب ومخلطة الدعوة. لأن هو السوق ملي ما بقاش فيه لامين ما كاين سوق. ياك. لامين هو اللي كيقاد داكشي. ها نعم. ونزيدك واحد النقطة، السطات بعدا ولا الخميسات ولا سلا راهم سواق صغار على هذوك الشيء ديال الجران. لان دابا فاهم ديال الجران راه كيبغيو يخرجوا برا، اللي بغى يقلب شي بيمه خاصو يربط يخرجوا كراول برا ويقلبها برا. نعم. باش يكون اتساع، حيت راه اتساع ورا السواق راه موجود. بحال سلا، بحال الخميس ديال سلا. الخميسات بحال سلا، الخميسات راه تبارك الله فيها شي اتساع يا سلام. وسطات وراه حتى هو فيه شي اتساع يا سلام. دابا وسلا حتى سلا راه فيها اتساع، غير هما دابا السوق ملي ما كيبقاش فيه الامين، حيت الامين اللي كيخرجهم هو اللي كيدوي معاهم، كيكون معاه شبكوني كيقول لي تعال نخرجوا هاد، وكيخرجوهم برا ويبقى السوق خاوي للخيل، وهما الخيل حتى هما راه ما خاصهمش يجريو في هذيك البلاصه. مع الكاميوات ومع راه الخيل حنا كنا كنجريوهم برا في اتساع. سعيد عارف. وتسمح لي نزيد نسولك ابو ادريس باش الناس حتى ما يعرفوا واش هاد لامين مخزني ولا حريفي حتى هو ولا بحال واحد. دابا في الناس الحريفيه كيختاروه، الحريفيه اللي كيختاروه راجل صدق، راجل مزيان كيحبوه الحريفيه، راجل معقول كيعرفوه دوريجين. كنت كتشري البهيمه دابا هي هادي البهيمه ديالك، شريتي فيها الديفو 15 يوم الا رديتيها كترد لعند الامين. الامين كيقول لك شكون اللي باع لك؟ كيقول لي باع، كيقول لي باع لي فلان، كيعيط عليك كيقول لي شد بهيمتك وعطي الراجل فلوسه راه فيها الديب. ما كيعاودش معاه الاخر الهضره. السلام عليكم. ولا كان عاوتاني حتى الخلاف بين الحريفيه هو اللي كيفكم. الخلاف بين الحريفيه هو اللي كيفكم، واذا كان شي حاجه مشكل ما بغاش يتفك راه كيتفك في الكوميسيريه. الكوميسيريه ما يهضروش معاك لما كان لامين. كيقول لك انتم جيتم ضاربين على بهيمه، كيقول لك راه لينا لامين هو اللي غادي يفك. لامين هو اللي كيفصل. لامين هو الكوميسيريه ديال البهيم. ودابا كيبان لي ابو ادريس السواق ما فيهمش لامين. السواق ما بقى فيهم حتى شي لامين، كاين لامين في مالي البقر. نعم. حتى انا مشيت هذيك النهار ابو ادريس مشينا ناخذوا موتور، كاين لامين ديال مالي الماطر. كاين لامين ديال مالي الكواتشا. مالي الكواتشا عندهم امين. موالين الماطر عندهم امين، كاع السواق عندهم الامين. موالين البهيم مابقاش عندهم الامين، اللامينات اللي كانوا راه ماتوا. تحيه لبولح راعي مسكين هو اللي كان، وكان واحد السيد ذاك راجل كبير اسمه بن جلالي الله يرحمه. بن جلالي الله يرحمه، وكان بوراس الله يرحمه بوحمد. بوراس ما يعرفش. قول لي يا با سعيد، السواق ديال الجهه الشرقيه فيهم الامين ولا ما فيهمش؟ فيهمش. ياك؟ هما حاجه. فيهم مراحل، وفيهم المساجد ديال الصلاه، وفيهم البلاصه فين يشرجوا البهيم، وما فيهمش الكديدات ديالنا هنا. بدريس تسمح لي نقاطعك، حتى مراكش حتى هو السوق فيه فندق فين تربط البهيم، فين تصلي، فين توضى، فين تفطر. دا
دابا هاد الناس كيبيعوا السواق باموال باهظه وما قدروش يصوبوا الناس مراحيض. كاين راجل موسم، كاين راجل عنده حريق ديال البول، كاين اللي مسكين كل ساعه كيبول، كاين السيد تكون فيه لوجع بغا يمشي للطواليط، ما كاينش طواليط في السواق ديال لا سطات ولا خميسات، وسواق معروفين من قديم الزمان لهم تاريخ هذا السواق، وما دايرين فيهم لا جامع لا طواليطات لا فين يربطوا الحريفيه لا فين يشارجيو الحريفيه. وين السيد دريس؟ اش واش دا؟ لا فاس تحيه الناس فاس هذاك بن سودا يا سلام. فيه الشرجايه، فيه الشرجايه وفيه النظام وفيه الماء وتفطر تفطر بالكفته. الا وقع شي مضاربه كيجيو الحريفيه في نفس الوقت كيفوكوا المشكل، والبراني راه باين والشفار باين. وجده وجده حتى هي فيها الفيشتي وفيها الجامع وفيها بلاصه فين يشرجيو البهايم. وملي كنمشي لوجده معزز مكرم كلهم كيقول لي والو تمشي معنا للدار. وتحيه الناس الشرقيه، تحيه للجهه الشرقيه، تحيه لهم بزاف، راه ناس كرماء وناس مبليين بالخيول وناس بغيت شي واحد البركه عند مساعي. ايوا نمشي واحد غنمشيو ان شاء الله، غادي يكون شي واحد البركه عند مساعي. وعرفتي بنين من عين بني مقهر، عند واحد الصديق يقولوا الحاج احمد الحركي، هو أرفع راجل واحد السيد صديق، هذاك السيد صديقي مربي الخيول العربية بربرية، وندوزو عنده واحد الصديق أخر الجرادة الحاج العربي، وندوزو لواحد البلاصة ولا تيبلي وتويستت كاع مالي الخيل ندوزو عندهم إن شاء الله ندي الطوموبيل. وعاد نعودو بعدا ملي نجيو من تويستت ما ندخلوش للمدينة، نجيو على الشريط الحدودي، كان واحد الشانطي قريب الحدود. نعود على احد البلاصه يقول روبان، ومن روبان نخرجوا سيدي يحيى، ومن سيدي يحيى نهودوا لواحد في اصدقته مع الحدود قرابين نجوا جوال. كاينين سيدي القنينه ولاد العباس ولاد ناصر، وحنا نتمو غاديين نمشيو هذوك الاصدقاء ان شاء الله. قلت لك السي عمر السطات خاصهم يديروا الناس، عرفتي الصنك راه 4000 فرانك لبيب 40 درهم، النور راه دايرين 1000 ريال، البقره والده عجين صغير 1000 ريال والبقره 1000 ريال. 100 درهم وعاوده والده؟ ها؟ وعاوده والده 100 درهم. وكاين العوده دابا اللي مش واش هي 100 درهم هي ولد. كاين مسكين اللي غايجيبها مولاها مسكين هاز ب 100 درهم وغايدخلها ب 100 درهم يلاه يبيعها ب 20. هذوك الصنايكيه كيجيبوا شي وحدين صحاح ما يخليكش تدوي ولا تتكلم يضربوا. كيجيبوا الفيديورات. كيجيبوا الفيديورات يضرب ما يتفاهموش معك. اي والله يدير الخير. هادشي حنا ما درناش، هادشي حنا هما اصدقاء ديالنا الصراحه هي، ولكن حنا بغينا الاسواق تصلح، يديروا مراحل، يديروا الناس فين يربطوا البهيم، يديروا الجامع، يديروا الجامع على قد الناس اللي هما دابا الناس كتصلي عا في القهاوي. وزيدون صلاة كيصلوا في رحمة الخيل ما يجوش فيها الصلاة. لا الصلاة ما بلاتي اسمح لي يا سي سعيد. راه رحبة الخيل ولا الحمير ولا البغال ولا داكشي على مال بالاتساع ما كاينش، راه ما دايزه الصاله، راه رحبه هو السوق كامل، راك عارف السوق فيه المزيان وفيه الخير، عادي حتى كتصلي واحد كيعرف الرب ولا مشمكر ولا شوف سي عمر الناس راه خاصها تلافت لهذا السواق، خاصها تصوب الناس طواليطات ويدار الماء ديال الوضوء. وشوف شنو البطوار اللي كان عندنا في الدار البيضاء، كان الماء سخون، واحد الراجل راه كان كري الله يرحمه مسكين، كانوا الطويس طاسات هكا كيديروها، والماء سخون والطواليطات طواليطات والجامع وجده. واحد السيد المسؤول كيصلي بينا وكيسخن الماء الله يخلف عليه ديما لربعة وجده، وشي قهاوي تما كان واحد الصديق عنده قهوه كبيره والله ودي اخويا رضوان كيقولوا لي خلافه كيدير شي فطور يزيد الاول غادي بغيتي، وملي كي ملي كيجي لولادو كيقول لي عليا انا كيقول لي لا
ما تخلصوش عندهم. واحد ليلة قرا لي مشكي كنت فيه قرشي وركبت من قلتيه وخدي مشي لبني درار والمغرب والبرد وانا نهود مشيت عنده. عنده معي البيت كبير بيت كبير وقاوي. قلت له السلام عليكم ضيف الله. قال لي مرحبا ضيف الله. وقلت احكوا معايا دخلوني مشيت عطوني الماء سخون توضيت صليت العصر من طيب الجميل على حق طريقة ذكت الله. صلينا العشاء عطوني وشي مانطات واحد صرف قديش نوع عمر بالمان يجو عنده أصحابه وقال لي يا في هذا قلت فرش لي يا ناس صباح مع الجربة توديت صليت شديت برد يا لاتي جو شي ناس قال لك فين بيت تودي بيت عند واحد الصادق والله يخليها لي وما يكتر عليا قال لي فين بيت بيت هذا السيدرة البلاطة راح أرس بابيت يا علاش ما تجي عندك وانتم غادي بعشرين كيلومتر ونضرب تمارة والقلب مركوب ولا ما لقاش اللهم هدي قريبة قيناك عن ضحكو شوية شو الناس قال له وش هالسواد هادي بهل جد ليري هالسواد يقول له الله الله على ربي رادفة جمهور دارة وانا يا انا حافظهم يقول له وستن أربعة ثلاثة وزم أربعية ويقول لي كيف قصي ويقول لي واحد وش ريت فقلت ودي وش أنا كاسبة الله يعلم رمونا الله يعلم وهي ما حلقة دي وارق ماشي بحالنا السلامة فنطنطن انت وتبعو شراب يقول لي لا الله نديرو بالله المركب القهوة راه هذاك هو البيع والشراء اللي كان بكري والله الا كيتخالصوا والله دابا البيع والشراء كان بكري دابا انت كتعجبك البهيمه صافي تعالى السي ادريس ايوا عمر واحد البراد ونضاك صافي كيدوز كتدوز التجاره على داك البريري تاع تيقول لك نقول كيقول لك نشاركوا الطعام صافي ملي كتشارك مع داك البريري كيدوز وبكري واحد القضيه راه ما كانوش الناس كيشريو العود ويركبوا عليه ويقلبوه كان الراجل كيمشي للسوق بوحدو كيتكل على الله يشري برصل ما كاين لا الجامات لا مو يعزان كيشري برصل يقودو ويزيد يديه ما يسولكش بنادم كان بكري يسول على الحران بنادم كان ساهل بكري بنادم دابا هي بهيمه لا بغيتيها ديال الجران بهيم ديال الجران قلو هما دوكو على هي ارفع بلاد ديال الجران هو حتى واحد فيهم ولادهم ما بقى مسالي اللي غادي يريب دابا اش كيديروا دوكو على كانوا بكري يجريو كيشدوها ديال الكرويله هي العوده والده مربوطه بالكرويله وليده حداها غاده وليده تابعه كيدير سبعه شهور ثمانيه شهور كيربطو حداها يديروا لها السدريه والجام يربطو حداها النهار اللي كيبلغ كيحيدوه كيحيدو مو ويديروه ها هو رايد كيولفوا الجبيد من صغرهم والبهيمه لا ما ولفتش الجبيد من صغرها ما كتجيش ناضيه في الجره بدري اسمح لي غادي نسولك نعم واحد المعلومه ديما كنبغي نسولك عليها وكننسى نعم. الخيل على شحال كيبلغوا نعم على شحال كيبلغوا العود كيبلغ على 3 سنين 3 سنين كيبلغ والعوده على شحال كتبلغ حتى هي الجدعه الا بغيتيها ما تهرش في الصحه ديالها وتكون بخير وعلى خير نيه خاصها تولي ما تعمرش سنه الحلي لا غادي تهرسها هذا كينقولوا حنا تغصبت خاصها تغصب خاصها دير تهرس النيه والعود خاصو يهرس الثنايات علاش كيقول ليه عز الركوب العنايه هو على الخيل الثنايه جدوعة الثنايه العود ملي كيوصل ثني ملي كيهرس النيات كيقول بسم الله في الدنيا في الدنيا كيقول بسم الله جهد وركوب وكيعطي الزين ديالو هادشي اللي كاين الله يعطيك الصحه بالله العود خاص الانسان ما يهدو تيولي ثني راه غايتهد سنه راه عام ونص غادي يولي حنحن ويولي يبلغ وكذا ولكن لا العود ما غتقضي به الغارات تيولي ثني هو دابا
الناس هادو ديال السطات والنواحي ديال قيسار وتحيه اليوم من هاد المنبر هاد الناس قال لي كنجبدوهم تحيه ليهم وانا راه التراب ديال رجلين المعلمين. سي عمر اسمع الجدع الا بغيتي تغيزيه ويكون عندك الجدع سمعتي سي عمر كنسمعك الا بغيتي الجدع يعاد يكون عندك من نوع الطراز قولي اش غدير لي اش دير لي بدريس الجدع كيتفطم على 6 شهور 7 شهور اييه غتجيب لي فويس والجيم ديالو ملي حيد فمو من المزوله في العشيه العشيه ركب لي هذاك الفاس من البزوله الجاب حيد من البزوله يتفطم الجيم ويبدا يكردد فيه وخلي الا درتي لي هاد القضيه بحال راك خدمتيه قولي كيفاش كيولف الجام من صغرو ونهار اللي تركب عليه كيولي يدور بالجام هكوك ما صافي ادخل وسط الخيل ودير اللي بغيتي الا خليتيه ما لجمتيش اول حاجه كيجيك صعيب في الجام ديما يمرضك في الجام ثاني حاجه ما كيكونش بعقله العود في الكاركتير ديالو ديما معصب الجام الا ولفو من صغرو كيولي عنده بحال خاتم في الفم كيضرو ما يدير ليه حتى حاجه بدريس ما سخيناش بك بدريس توبه سعيد ومعاد معاد اش تفكرت انا تفكرت السميات ديال المناضه اللي كانوا بكري كانت كروش كوكا كوكا لاسيغون سبريت سبريت كانت لاسيغون السميات ديال الدريات كانت فاطمه عائشه خديجه سعيده كلثوم الى هاد السميات الى كبروا وداروا 80 عام كيتقول امي خديجه حاجه خديجه حاجه خديجه هاد السميات انا كاينه دابا البنيه اللي كيقول لي با راه سميتها ها كاين وكاين ولكن انا المره اخرى كيجيبها ما نقدرش نقول السميه وسميات القدام حافظه شوف هاد السر اللي كان عاطينا الله بكري سبحان الله العظيم واسي معاد سمح لي كنا نسمع ام يطعمو ام يطعمو ام عايشه ام يعدلو ام يعبوش ام يعبوش هاي شو السميات اللي كانوا وتحيه للمغاربه خوتنا في مكانو وتحيه اللي سميتهم شعيب وعمار ودريس واسميات كاملين اللي خلقهم الله بلا حنا راه تنضحكوا الاخوان راه هادشي راه كاين وحنا راه تنضحكوا ساعه سعيده وتبارك الله على الحباب كاملين فين ما كانوا تحيه للمغاربه انوض سيدي الله يصحى